أحد الزملاء الإعلاميين. أول شيء أشكر الجميع وأشكركم على هذا الحضور، وأشكر زملائي وإخواني اللي حاضرين، وأيضا نرحب بالكابتن الكبير حسام البدري، وأيضا أرحب بزميلي وأخي اللواء خالد الزيد، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله غدا أن نقدم شيء يليق بسمعة الفريقين، نادي الأهلي المصري، نادي العريق، نادي الفريق العربي، نادي القرن، من أفضل الفرق العربية وأيضا من أفضل الفرق الأفريقية، وهذا مو بشهادتي أنا، بشهادة البطولات اللي حققها، وأيضا العديد من البطولات اللي حققها على مستوى الأفريقي. فنتمنى إن شاء الله أنه وياهم نقدم إن شاء الله بإذن الله لمحة جميلة تعكس الحب حقيقة اللي ساير بين الأشقاء دولة مصر الشقيقة وأيضا المملكة العربية السعودية. وبإذن الله ستستمر المملكة العربية السعودية وأيضا مصر أشقاء وأخوان إلى الأبد، في الرياضة، في السياسة، في الصناعة، في جميع اتجاهات. ونتمنى إن شاء الله التوفيق، ونتمنى لهم أيضا إقامة سعيدة. وأنا أقول الآن للكابتن، أي شيء أنتم تحتاجونه أنا مكلف ومسؤول، يعني مسؤول عنكم مسؤولية تامة من قبل معالي رئيس الهيئة، وأي شيء تبونه في هذا في 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 في, في تواجدكم في المملكة العربية السعودية وفي الرياض، مدينة الرياض، فإحنا تحت الخدمة نلبي لكم أي طلب أنتم تحتاجينه. أقول لإخواني الإعلاميين اللي حضروا، أنا أشكركم حقيقة كثير، وأتمنى إن شاء الله لكم التوفيق، وأتمنى بإذن الله أن زي ما كنت لاعب وأعطي وطني وأعطي أيضا الأندية اللي خدمتها، بإذن الله أن أكمل مسيرتي الآن اللي في نادي الشباب، وأن إن شاء الله نفيد هذا الوطن المعطاء اللي أعطانا الأشياء كثيرة حقيقة. ترى هذا الإعلام وهذا اللي قدمه فؤاد أنور، أنا أشوف أنه جزء بسيط بما بالأشياء اللي قدمتها لنا هذه الدولة، وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه، وأيضا سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظهم ويخليهم لهذا الوطن ولهذا البلد. النعمة اللي احنا فيها ترى محسودين عليها، في غيرنا خارج الحدود يتمنون انهم يعملون مؤتمر صحفي او يعملون مباراة ودية او اعتزال، ولكن نقول الحمد لله رب العالمين، البلد هذه يعني الله حافظها، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله الرخاء والدوام بالعز لهذا البلد. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية بقول ان احنا سعداء نكون في وطننا الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة الحبيبة. طبعا تعلمون مدى حب الشعب المصري وتقديره للمملكة. على الجانب الثاني اكيد احنا سعداء ان بنيجي في مناسبة لتشريف او تكريم نجم كبير الكابتن فؤاد أنور، ويمكن يعني برضو أكيد على المستوى الرياضي كحسام البدري أنا أعلم الاسم الكبير الكابتن فؤاد أنور، لكن كنت سعيد جدا حتى من كم المصريين اللي بيسألون عن المباراة فما بتذكر اسم الكابتن فؤاد أنور، بيتكلموا حتى على الذكريات وبيتكلموا على تميزه كلاعب من أفضل اللاعبين السعوديين اللي جم وذكرياته مع كأس العالم. فالشعب المصري متذكر يعني النجم الكبير كابتن فؤاد أنور، فاحنا سعداء
وبنتشرف ان احنا كنادي اهلي اللي موجودين في هذه المناسبه، وبنشكره على اختياره لينا وتقديره ان احنا نبقى في مباراه التكريم. وطبعا لابد ان احنا نتوجه بالشكر لسياده معالي الوزير ترك الشيخ رئيس الهيئه الرياضيه ومساندته الكبيره لينا وحبه للنادي الاهلي، فاكيد طبعا دي برضو من المكاسب اللي احنا يعني بنذكرها في الفتره الاخيره، وبنشعر بالافتخار لمساندته لينا. وان شاء الله باكد ان احنا جايين لمباراه تكريم هنا، وكان نفسنا يبقى كمان في تكريم للكابتن فؤاد عمر في مصر، يعني احنا بنكرمه هنا ونفسنا نكرمه في مصر ان شاء الله، لكن بنعبر عن تقديرنا ليه ومشاركتنا في المباراه، وان شاء الله باذن الله مباراه تليق باسمه ونجوميته وحجمه ان شاء الله. سعداء ان احنا موجودين. شكرا لك يا كابتن. الان كلمه لاستاذ خالد الزيد كلاعب زمل كابتن فؤاد انور، وايضا كم الان عضو مجلس اداره في نادي الشباب، تفضل. ومن ثم سنبدا اسئله الزملاء الاعلاميين. بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن هيئة أعضاء الشرف ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشباب والأجهزة الإدارية والفنية، أقدم الشكر والتقدير والعرفان لمعالي المستشار الوزير تركي آل الشيخ على إقامة هذا الكرنفال والمهرجان الكبير لرفيق الدرب الكابتن فؤاد أنور، وهذا عرفانا لما قدمه للكرة السعودية ولنادي الشباب ولجميع الأندية التي خدم فيها لاعبا أو مدربا أو مستشار. أقل ما يقدم لهذا الرجل لما أعطى وقدم لهذا الوطن الكبير. كرنفال بتواجد النادي القرن، النادي الأهلي المصري، وهذا يدل على العلاقات المتينة ما بين المملكة العربية السعودية ودولة مصر الشقيقة. نشكر تواجدهم معنا بظروف السفر والاستحقاقات المحلية للنادي الأهلي على مستوى الدوري المحلي أو على مستوى أفريقيا. نقول شكرا لمعالي الوزير، شكرا لمن حضر، نشكر الكابتن فؤاد أنور على ما قدم. نتمنى بإذن الله إن شاء الله أن يستفيد منها الوطن ونادي الشباب تحديدا، ونحن يمكن قد تقدمنا في مدة العشر أيام الماضية، وهذا أقل ما يقدم الكابتن فؤاد أن يكون مستشارا فنيا مع تواجده في الاتحاد السعودي لكرة القدم كمستشار لمنتخب المواليد. فنتمنى بإذن الله إن شاء الله أن نرى يوم غد ما يليق بهذا النجم، ونتمنى نستمتع بمباراة تليق بنجوم المملكة العربية السعودية ونجوم مصر من خلال النادي الأهلي المصري. شكرا. الآن متاح الأسئلة، تفضل يا أستاذ إبراهيم. إبراهيم الضيال من جنة حور الخليج السعودية وإذاعة السعودية. اليوم احنا نرحب بالكابتن الكبير سامي البدري طبعا من نادي الاهلي العريق، ولكن هي سؤالين، واحد للكابتن فؤاد ولك. الكابتن فؤاد طبعا هو الوحيد يمكن لا يجهل الاعلاميين انه هو اللاعب الوحيد العربي السعودي الخليجي العالمي اللي شارك بكل البطولات الدولية، وهو اول لاعب سعودي احترف في الصين. هذه بس كم بعض الزملاء يعني يعرفون. ثاني شيء فؤاد أنور، ما هي رسالتك للإعلام السعودي والخليجي والمصري والعربي اللي بيغطون حفل اعتزال بكرة؟ ثاني شيء سؤالي للكابتن حسام، كيف لقيت الحفاوة من المملكة العربية السعودية وأنتم هنا في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية؟ شكرا. أشكر أخوي إبراهيم. وبالنسبة رسالتي للإعلام العربي والخليجي والسعودي، أتمنى إن شاء الله أنهم يستمتعون غدا بحفل، وأنا متأكد أن بكرة التغطية حتكون من أحلى ما يكون،
من الصور من الضحك من لأن ما فيها ثلاث نقاط ولا فيها إعلاميين لهم ميول. فالمباراة بإذن الله حتكون بين شقيقين حتكون على أعلى مستوى. طبعا يعني مش حاضر أدي أو أوصف حجم الحفاوة اللي احنا بنلاقيها في المملكة العربية السعودية، لأن أنا بالذات وبصفة شخصية يعني بعشق هذه البلد، والأسباب كثيرة طبعا وأسباب رئيسية. فبقول يعني مهما وصفنا النهاردة وأول ما وصلنا كمان بنتكلم على الحفاوة وعلى وجودنا في الرياض هنا، إن بلد مميز طبعا، وبنشعر طبعا إن احنا في وطننا التاني فعلا، ونشكركم على كل شيء بتقدمه لنا. انت قلت حاجه ان كان ممكن يبقى فيه يعني فريق اوروبي، فاكيد شرف لينا اما كابتن فؤاد انور يفكر فعلا في استضافه النادي الاهلي لتكريمه، فاكيد لازم نلبي ونبقى طبعا سعداء ونتشرف بهذه المناسبه. وزي ما انا بقول يعني فعلا اسم كابتن فؤاد وحجمه بيبقى يعني شرف لاي حد، وهتفضل برضه للذكرى ان احنا اللي كنا موجودين في ماتش تكريمه. انا اشوف يعني اجابه بسيطه وسهله. نادي الاهلي المصري من افضل الانديه العربيه ومن افضل الانديه الافريقيه. يعني حتى لو كنت بتجيب نادي اوروبي وهونت يعني ولا كنسلت، لو جيت تختار فريق حتختار فريق يعني نادي الاهلي، لان نادي الاهلي حتى يعني نادي القرن عنده لاعبين على مستوى عالي لا في السابق ولا في الحاضر. ويكفي من هذول اللاعبين ان محمود الخطيب من افضل لعيبه شاهدتها في حياتي. انا ما لحقت عليه ولكن شفت له أشرطة، شفت له مباريات مع مباريات قديمة مع منتخب تونس، مع منتخب الجزائر، مع أشياء كثيرة. النادي هذا يملك يعني أشياء كثيرة حقيقة، يملك لاعبين على مستوى، يملك مدربين على مستوى، يملك لعيبة على مستوى، وخاصة أيضا أكثر لعيبة النادي الأهلي بعد أربع شهور خمسة شهور تشاهدهم في كأس العالم في روسيا، وبعد كأس العالم في روسيا قد تشوفهم في بطولات أيضا كبيرة. ويعني وحيكون فخر لي لو راح أي لاعب إلى نادي كبير زي مثلا محمد صلاح، حيكون فخر لي إني أقول هذا يوم من الأيام يعني شاركني في في في